اهلا وسهلا. لسه كتير عبيت، احنا وصلنا لاخر باب. يا هاك رجلي يا ورمي. اهلا وسهلا. ايه المود دي؟ تفضل. انتوا شرفتوا ونورتوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تفضل. حكايه الحريقه دي يا عبد العاطي؟ حريقه؟ لو في حريقه في البلد. بيقولوا بنت واحده اسمها فريده. فريده؟ احنا لا حدانا في البلد حريقه ولا حدانا واحده اسمها فريده. تفضلوا. وازاي حال البلد؟ هو انتوا بتوع التلفزيون؟ اشمعنى؟ عشان لو كنتوا بتوع التلفزيون هقول كلام من اللي يعجب الرؤساء بتوع مصر. هتقول لهم ايه مثلا؟ هقول يعني حالتنا بقت عال والاشياء بقت معدن. صح احنا ما عندناش كهرباء، لكن الكهرباء هي نوركم كفايه. ما عندناش ميه، لكن اهي المواسير حدانا هنا قريبه بعد 40 كيلو من هناك، وكلها 10 15 سنه وتدخل لنا الميه. ايوه خلي الكبار بتوع مصر ينبسطوا. طب وانت ليه عايز الكبار ينبسطوا؟ ايه هو احنا يهمنا الا الكبار ينبسطوا؟ على رايك. انما انتوا بتعملوا ايه؟ ما قلنا لك احنا بتوع التلفزيون. لا انتوا مش بتوع التلفزيون. اشمعنى؟ عشان معكوش المكنه اللي بتصور. لا ما المكنه جوه في الشنطه. لا ما تخش يا ناس حته يا فتك. معاك احنا بتوع التلفزيون. البي من الجامعه. اهلا وسهلا. قطعه وقطعه شريطه. ايه كانت عملت لك ايه الجامعه؟ اول هام لموا مننا فلوس عشان يعملوا لنا جامعه هنا في المحافظه. ايه اشمعنى يعني جامعه بنها وطنطا وشبين الكون؟ ومن يوم ما لموا فلوس لا بنوا لنا لا جامع ولا جامعه. لا ما هو بيجي بتاع جامعتكم هنا ده من جامعه مصر وجاي يعمل ابحاث. ابحاث؟ مباحث يعني؟ مش مباحث، ابحاث. ايوه ايوه فهمت فهمت. طيب اخطف ريش ده انا بقى اجيب لكم نجمه تاكلوها. ايوه احسن انا جعان. طب لا 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 يا سعد بيه خلي مساحه يا سعد بيه مستوره والحمد لله يا بيه. خد يا راجل دي فرصه خد يا بيه مساحه ده انتوا ضيوفنا يا بيه. طب كنت بقول لك ايه؟ هو في هنا حته ارض ارض ايه يا بيه؟ يا عم قوم انا جعان هموت من الجوع. حالا حالا. قوم. ايه اللي هبته ده؟ ايه؟ كنت هسأله على الارض كده زي الطب جلعنا مش هبقى تعرف هو مين وتعرف ايه الحكايه. تاني مره ما تفتحش بقك الا لما اقول لك. انا ماشي. ايه قايم وسايبني ليه بس؟ رايح اشمشك في البلد اشوف حكايتها.